حبيبي يا ابني. وبعدين يا ابني في اللي انت عامله في نفسك ده كيم ينفع كده حبيبي؟ سيبيني في حالي يا الله. الله لا يسيئي. خش جوه. شو ازاي يا كيم؟ تعالى يا حبيبي خش. ما تخليش حد يبص عليك ويشمت فينا حبيبي. هما لسه هيشمتوا يا امه. لسه هيشمتوا. ما شمتهوش هتموا حفلوا. والمنطقة كلها الليالي قايدة فيها على سيرة كيمو العايل اللي حب ولا طنش. مالك يا ولا؟ مالك يا ولا؟ في ايه؟ حتة بت كسر ملهاش لازمة، ما تسواش ولا 1000 جنيه، في 30 غيرها. اديكي قلتيها يا اما بعظمة لسانك. الكسر ما رضيتش بيا. يبقى ال 30 غيرها دول هيجوا على ايه؟ الو 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 الله 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 تس 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 مايك تتشرف عائلات كيمو ابن مكيمو ارقى عائلات المحروسه صاحبه اكبر دولاب مخدرات في المنطقه والمناطق المجاوره اللي صيتها مسمع في كل اللسان بدعوه سيادتكم بحضور فرح المحروس كيمو والدعوة عامة مع خصم 20% وقرش لكل واحد هدية مني مجانا عشان كلها تنبسط. الرجاء 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 عدم اصطحاب البوليس منعا للكلابوش. انت يا ولد ما تجمد جواد كده في ايه؟ وعقبال عندكوا جميعا. في ايه؟ بقى بنت سكر هي اللي تعمل فيك كده؟ دوس عليها في جزمتك، في غيرها مليون. يا اما انا حر، انا حر يا اما اعمل اللي انا عايزه. سيبيني في حالي عشان انا ممكن بص اعمل كده وقتي. اكيد اللي انت بتعمله في نفسك ده يا قلبي بيقطع قلبي من جوه يا ابني. بلاش كده كيف قوم خش معايا ورحمة أبوك الغالي. تعال حبيبي. يا حبيبي. ياما الله لا يسيبك. الله لا يسيبك. سيبيني في حالي. روحي شوفي حالك يا ابني. ما هو أنت حالي ومحتال يعني. يا كيم حبيبي يا ابني. ده أنت الحيلة يا كيم ماليش غيرك يا ابني. قوم يا حبيبي الله يهديك. الله يرضى عليك. تعال خش معايا جوه يا ابني. قوم يا ابني. قوم يا ابني. رحمة أبويا. سيبيني في حالي بدل ما اشق لك نفسي نصين قدامك دلوقتي. عليك بنتك يا حبيبي. سيبك يا كيم. ربنا يبقى ويعليك يا حبيبي.